كان ريسك روش جاب لنا فوازير رمضان بشكل مبكر. راجل كان مليان علامات استفهام ومليان علامات تعجب. راجل محتاج تفكر هو عايز ايه. لكن اعتقد الامم الافريقيه هتفرض علينا الواقع. قد يكون هو البطوله العربيه خدها تجربه، لكن هو ما عندوش العقليه بتاعتنا ان احنا اي حاجه بنلعب مصر على بطولات. هو افتكر ان هو من حقه يقعد يغير كل اربعه كل شويه، يغير الثلاثه اللي قدام كل شويه، يلعب لعيبه مش في اماكنهم. لكن اعتقد في الامم الافريقيه زي ما هتشوفوا هيلعب بالتشكيل الامثل، وطبعا احسن لعيب في العالم موجود عندنا ورجع محمد صلاح، وعندك مصطفى محمد واحد من الفراوده المتالقين، ومرموش وتريزيجيه. كتير في لعيبه شافت نفسها في تيشيرت المنتخب ورجع سحبها منهم تاني، زي احمد رفعت واخد مكان واحد في مكان صعب جدا، لكن الولد تالق جاب احسن جون او تاني احسن جون في البطوله العربيه. وفي لعيبه كمان ما اتاخدتش يعني كانت تستحق انها تتواجد في المنتخب وتتشاف بشكل مختلف. لكن هي في الاخر احنا في الاخر بنشجع المدير الفني وبنشجع منتخب مصر، بنختلف في حدود الاختلاف الايجابي، لكن في الاخر هو المتحمل المسؤولية وهو اللي من حقه ان هو يقود منتخب مصر بالطريقة اللي تناسبه، وده ما انت وثقت فيه وقلت ان هو يدير. فاحنا دلوقتي في مرحلة دعم كيروش ومساندة كيروش، وان احنا طالبين منه ان احنا نحقق بطولة الامم الافريقية، وهي قد تكون التحدي الاخير بتاعه. هو فاكر ان التحدي الاخير بتاعه الوصول لكاس العالم، والوصول لكاس العالم ده طبعا حلم مهم للمصريين. احنا المؤسسين، احنا 7 امم افريقية، احنا الامم الافريقيه بالنسبه لنا عيد في افريقيا، الامم الافريقيه بالنسبه لنا مهرجان كبير في افريقيا، بنحترمه كلنا كافارقه، بنتذكر اصولنا فيه. مهما كان عندك لعيب في اوروبا، مهما عندك لعيبه بتلعب في اي حته في العالم، الجميع بيرجع للمناسبه دي، للعيد ده، للاحتفال ده، الامم الافريقيه. فلازم كيروش يبقى فاهم طباعنا في افريقيا. ممكن نروح لمنصة التتويج اللي عندنا ده، ممكن يوديك لمنصة التتويج، واتمنى ان انا اصل لمنصة التتويج في البطولة دي. تصفيات كاس العالم، الماتش بتاعك هيتحدد يوم 22 يناير. هتلاعب مين؟ هتلاعب واحد من التصنيف الاول. الوضع بالنسبة لكيروش مليان تحديات. امم افريقية محتاجين التوفيق، عنصر مهم جدا، لكن مطلوب انهم يلعبوا كويس، يأدوا كويس بروح بشخصية فنيات عالية. قد يتبقى عنصر التوفيق اللي يقدر يوصلك لمنصة التتويج. منتخب مصر عنده كل الإمكانيات دي.